أعلن التحالف الدولي ضد داعش مواصلة دعم قوات البيشمركة في القضاء على داعش بشكل نهائي، مؤكدا تقديم 850 مليون دولار لتمويل نفقات رواتب وزارة البيشمركة منذ العام 2015 وحتى الآن. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش العقيد وين ماروتو: قمنا بتسليم 40 عجلة عسكرية في كانون الأول من عام 2020 لقوات البيشمركة، مؤكدا مواصلة دعم البيشمركة بالغذاء والمحروقات مواد البناء والمستلزمات الطبية وقطع الاحتياط في التصليح من موازنة 2021. وقال قائد المركز المشترك للتنسيق ضمن قوات التحالف في إقليم كردستان العقيد ديف ويليامز: ستقوم أمريكا في السابع من كانون الثاني 2021 بتسليم 50 شاحنة و20 عجلة عسكرية و12 سيارة إسعاف و11 سيارة مصفحة مقاومة للرصاص لقوات البيشمركة بتكلفة 12 مليون و700 ألف دولار خلال مراسم خاصة. وقال وزير البيشمركة شورش إسماعيل: منذ بداية الحرب ضد داعش كان للقوات الأمريكية ودول التحالف دورا كبيرا وفاعلا في هزيمة ودحر الإرهابيين من المنطقة بأكملها.